ماذا لو اصطدم الكويكب المسؤول عن انقراض الديناصورات بالأرض ثانية؟ بالعودة إلى عام 2013، العام الذي كانت فيه الأرض مهددة بكارثة وشيكة وهي الكويكب الذي ضرب روسيا، كان كويكبا صخريا كبيرا قطره 20 مترا ووزنه كوزن برج إيفل، وقد حدث وانفجر في الهواء فوق مدينة شيليابينسك الروسية التي يقطنها مليون نسمة، وكان لدى الكثيرين منهم كاميرات التقطت صورا مذهلة. انفجر الكويكب بقوة تعادل 26 ضعف انفجار قنبلة هيروشيما الذرية، مسببا أضرارا لحوالي 7000 مبنى، إضافة إلى أن 1500 نسمة كانوا بحاجة إلى رعاية طبية جراء الإصابات التي أصيبوا بها. يعتقد أن كويكبا بهذا الحجم والوزن يصطدم بالأرض عشوائيا ليسقط في مكان ما كل حوالي 60 عاما، وعادة ما تسقط مثل هذه الكويكبات في أماكن حيث لا يعيش أحد كالمحيطات، ولا مفر من أن تسقط مثل هذه الكويكبات أحياناً على مدن يعيش فيها بضعة ملايين من الناس كالذي انفجر فوق تشيليابينسك. قد لا يبدو هذا على قدر من السوء حالياً، ولكن في زمن ما كانت الأرض عرضة لضربات عنيفة من الصخور أكبر من هذه، كان أحدها كارثياً للدرجة التي سبب فيها مقتل كل كائن حي على الكوكب. وكما لو أن الأمر كان تصحيحاً غريباً لمسار التوازن، فقد سبب هذا الاصطدام انقراض الأحجام الكبيرة مثل الديناصورات، وأبقى لنا الأحجام الصغيرة مثل الدجاج، وهيأ العالم لسيطرة الإنسان لنصبح نحن الكائنات التي تأكل الدجاج اليوم. كان هذا هو الكويكب الذي ضرب الأرض منذ 66 مليون عام، وقد مضى زمن طويل جداً على ذلك بحيث يصعب العثور على آثاره. لكن سنتساءل اليوم، ما الذي سيحدث إن ضرب مثل هذا الكويكب الأرض في نفس الموقع السابق اليوم؟ وهل سيقضي على الجميع بالضرورة؟ لمن لا يعلم، الكويكب المسؤول عن انقراض الديناصورات كان يشكل كتلة متكاملة، وبلغ قطره ما بين 11 إلى 15 كيلومتر، وهذا الحجم أكبر من جبل إيفرست، كما يزن أكثر أيضاً. وتخيل للحظة جبل إيفرست متجها مباشرة نحو مدينتك وبسرعة 40,000 ميل في الساعة. تعلم بالطبع أن الأضرار التي سيخلفها مثل هذا الاصطدام ستكون ملحمية، كما تعلم بأنك ستموت نتيجة لذلك. لكن ما قد لا تدركه هو حجم الضرر والإبادة التي ستنتج، فأثناء تحليقه واحتراقه في السماء ستنظر عاجزا إلى الكويكب أثناء تقدمه نحو الأسفل، وهو يبدو أشد سطوعا من الشمس قبل أن يصطدم في النهاية بالأرض مطلقاً كمية من الطاقة مكافئة لتلك الناتجة عن انفجار 100 تريليون طن من الـ TNT، وهذه الطاقة أكبر بمليار مرة من تلك التي تحررت في انفجار قنبلة هيروشيما الذرية. وإن كنت تقف في مكان قريب بما يكفي لترى هذه الكرة النارية وهي تسقط من السماء وقبل اصطدامها بالأرض، ستكون ميتاً في غضون ثوان من ذلك. وأي من الكائنات الحية الموجودة ضمن قطر 1000 كيلومتر من مكان الاصطدام ستتبخر فورياً في غضون ثوان أيضاً. فلو حدث وضرب الكويكب مانهاتن، فكل ما هو موجود في هاليفاكس وإنديانابوليس وكارليستون سيفنى على الفور. ومن منظور أولئك القاطنين في أوروبا، إن ضرب الكويكب وسط لندن سيسبب فناء كل من هو موجود في المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا والدنمارك، وبشكل لحظي ستتحول النباتات والأشجار والأعشاب على بعد آلاف الكيلومترات من مكان الاصطدام إلى ألسنة لهب نتيجة المستويات غير المعقولة من الحرارة، وستندلع حرائق الغابات في كافة أنحاء القارة التي حدث فيها الاصطدام. أما في بؤرة الاصطدام فسيخلف الكويكب حفرة هائلة عميقة على سطح الكوكب سيبلغ قطرها 150 كيلومتر وعمق مذهل يصل إلى 20 كيلومتر. ستكون هذه الحفرة أكبر من كامل مساحة جزيرة هاواي، وستكون من العمق بحيث تكفي لاحتواء جبل إيفرست مع إيفرست آخر يعلوه، مع ثلاثة من أبراج خليفة مصطفة أعلاه. وعلى كوكبنا لا وجود لحصون تحت الأرض بأكملها لأن تقيك مثل هذه الإبادة، وفي التقديرات الدنيا للعلماء سينتج عن الاصطدام هزة أرضية تبلغ شدتها 10.1 درجة على مقياس ريختر، وهذه الشدة أكبر من أي زلزال شهدته الأرض على مدار 160 سنة الماضية. وبعد مرور 8 دقائق تقريبا على الاصطدام ستمطر السماء صخورا كانت قد تبخرت إثر الاصطدام،
وستعود هذه الصخور على شكل رماد وسخام حار يحرق سطحها، كما سيشعل المزيد من حرائق الغابات. وبعد مرور 45 دقيقة على الاصطدام، ستثور رياح صاخبة مفاجئة عبر منطقة الاصطدام، وستبلغ سرعتها 600 ميل في الساعة، حاملة معها الحطام، كما ستعمل على تسوية مطلقة بالأرض لأي هيكل أو شجرة ما زالت تقوم لها قائمة. إن ضرب هذا الكويكب أمريكا كما حدث منذ 66 مليون عام، ستدمر كامل القارة الأمريكية الشمالية، وستندلع الحرائق في اليوم الأول في كافة أرجائها، وستبدأ سلسلة الأحداث بالتعاقب ابتداء من لحظة الاصطدام، وستعمل على محو كافة جوانب الحياة في كل مكان، كما أن موجة الصدمة الناتجة عن الاصطدام ستسبب حدوث تسونامي ستضع حداً لأشكال الحضارة كلها، إذ سيبلغ ارتفاع موجة التسونامي 300 متر، وهي ستجتاح أراض هي بالأصل أصبحت فريسة للحرائق وتختنق بالرماد. وفوق كل هذا هناك حفرة كبيرة في هذا المكان. حتى في هذه النقطة نبدو وكأننا نقدم مائدة قوامها نبوءة نهاية العالم، لكن هناك المزيد مما نقدمه، فالمقادير الضخمة من الرماد والمقذوفات التي ستندفع نحو الغلاف الجوي نتيجة الاصطدام ستلف القارة التي حدث فيها الاصطدام في ظلام دامس لبعض الوقت، وسيغمر ضباب دائم يشبه الشفق كافة أنحاء العالم لثلاثة أعوام تقريبا، وستصبح عملية التركيب الضوئي التي تقوم بها النباتات والعوالق مقيدة إلى حد كبير في كافة أنحاء العالم، وعلى الأرجح ستموت معظم النباتات في هذه السنوات الثلاث، وستموت بدورها الحيوانات التي تعتمد في غذائها على النباتات، والحيوانات التي تعتمد على الحيوانات سالفة الذكر في غذائها ستموت أيضا. وكما حدث في المرة الأخيرة سيحدث انهيار في النظام البيئي في كامل أنحاء العالم، ولو بلغ في سوءه المقدار الذي بلغته الكارثة السابقة سيعني القضاء على 70% من أشكال الحياة في كامل أنحاء الكرة الأرضية. ستهطل الأمطار الحمضية في كافة أنحاء العالم، وسيرتفع مؤشر حموضة المحيطات، لكن أعظم ما سيتحتم على الحياة أن تخوض صراعا أمامه سيكون التغير المناخي الهائل، إذ وبسبب الرماد والمقذوفات التي قذفت في الغلاف الجوي نتيجة الاصطدام ستصبح الأرض في شتاء قارس يستمر سنوات طويلة، حيث ستبلغ درجات الحرارة درجات التجمد دون وجود لفصول أخرى على الإطلاق، وستعرف الأرض لسنوات شتاء يشبه شتاء صراع العروش. لكن وبعد هذا الشتاء سينقلب وضع الكوكب لترتفع درجة حرارته بسرعة في حدث احترار عالمي مفاجئ ستشعر وكأنه كان ينتظر على الأبواب، وبسبب حرائق الغابات التي اندلعت في قارة بأكملها أو حتى على مستوى عالمي ستندفع كميات هائلة من الغازات إلى الغلاف الجوي، ويشير أحد التقديرات إلى أنها ستبلغ 10,000 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون و100 مليار طن من أول أكسيد الكربون، إضافة إلى 100 مليار طن من الميثان، كلها ستنطلق إلى الغلاف الجوي كنتيجة لهذه الكارثة. ستتلقى الأرض ضربة مزدوجة تتمثل بشتاء قاس من سنوات عدة متبوعا بسنوات من صيف حار جدا، وربما ستفوق هذه الضربة قدرة أي نوع من الأنواع الحية على الاحتمال والتكيف تماما كما حدث في المرة الأخيرة. لكن الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه من هذه الكارثة هو أن الأرض أكثر مرونة منا، فكارثة بهذا الحجم تبدو وكأنها نهاية العالم، ولكنها حقيقة لن تكون كذلك. بالطبع ستكون نهاية لتجربتنا في هذا العالم، لكنها لن تكون نهاية العالم نفسه، فحدوث هذا يستدعي حدثا أكبر بكثير وأكثر رعبا من اصطدام كويكب. والحمد لله مثل هذه الكويكبات التي تلتهم أشكال الحياة على الأرض لم ترصد حتى اللحظة، لذا لا داعي للخوف حتى الآن على الأقل، أو لنقل لتكن الكويكبات آخر مصادر قلقك حاليا. وضعكم للايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم هو أكبر دعم لنشر القناة.